احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة سنة لننطلق إلى إكسبو 2020 بعدد من الفعاليات، بدأت بحفل أحياه الفنان الإماراتي حسين الجسمي والمغنية العالمية ماريا كاري. وغرد الحساب الرسمي لإكسبو 2020 العربي بتويتر كاتباً: هل تشعرون بإيقاع الحماس الذي نحسه؟ نجم العرب والإمارات وسفير إكسبو 2020 دبي الذي نفخر به الفنان حسين الجسمي يشدو بنا احتفالاً بالعد التنازلي الأخير. سنة لننطلق للحدث الأروع في العالم. وصل نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى طوكيو للمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو المقرر إقامته في القصر الإمبراطوري. واستكمالاً مع إمبراطور اليابان، فقد أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو بحضور 2000 مدعو، بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالي 180 بلداً. وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدي لباساً تقليدياً خاصاً بهذه المراسم الاستثنائية إلى البلد والعالم: أعلن تنصيبي. هنا الزاهد: تتحدى ياسمين صبري للمشاركة في حملة خيرية تتولاها إحدى الشركات من أجل مستشفى أبو الريش للأطفال، وذلك في التحدي المعروف باسم أوست تشالنج. بدأ التحدي ببطلة الإسكواش المصرية نور الشربيني، والتي دعت الفنان أحمد حاتم لأداء التحدي من بعدها، والذي قام باستدعاء أحمد فهمي وهنا الزاهد للقيام به، وهو عبارة عن استخدام مضرب سكواش لقلب الكرة 10 مرات أو أكثر، وكل تحد سيتم قبوله ستتبرع شركة أوراسكوم بثمن تذكرة افتتاحية لبطولة السكواش المصرية إلى مستشفى أبو الريش للأطفال في القاهرة. بعد تربع الجوكر على إيرادات شباك التذاكر الأمريكية، حل فيلم ماليفيسنت ميسترز أوف إيفل في المركز الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت حوالي 36 مليون دولار أمريكي في البوكس أوفيس الأمريكي. Transformed the very darkest of hearts. While time changes most things. Godmother, Philip asked me to marry him. It doesn't change everything. Don't ruin my morning. I am ready to welcome your fiancé with open arms. Maleficent doesn't know what she's up against. There are many who prey on the innocent. This isn't a wedding. Humans are hilarious. It's time. I remember the story of an evil witch. And the princess she cursed to sleep forever. Many sights to see. The story became legend. And when I look in, but this is no fairy tale. So many different. There are many who prey on the innocent. I'm sure your kind would agree. If I didn't know better, I'd say you were making a threat. Well, do you? Do I what? Know better. أثبتت امرأة بعمر 84 أنها تمتلك لياقة بدنية عالية، وذلك بعد قيامها بتمارين ضغط في تحد مع أحد عناصر إدارة أمن النقل الأمريكية. الفيديو الذي لاقى انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.